عملها عمرو اديب قبل وجه الدور عليه حاليا اقاويل عن سعي الفنان بيومي فؤاد للحصول على الجنسيه السعوديه. هل هيحصل بيومي فؤاد على الجنسيه السعوديه فعلا ولا لا؟ وإحكاية تنازل عمرو اديب عن الجنسيه المصريه، كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. الوسط الفني والإعلامي في مصر على آخره، الكل بيتكلم على اللي حصل مع الإعلامي عمرو أديب وتجنيسه بالجنسية السعودية، ومش هو وبس، ده كمان طلع كلام عن الفنان بيومي فؤاد. فهل اللي اتقال على بيومي فؤاد ده حصل ولا لا؟ طبعا انتم عارفين المشكلة اللي حصلت بين الفنان محمد سلام وبيومي فؤاد لما بيومي اتكلم عليه في المملكة العربية السعودية. اتكلم والجماهير المصرية عملت الواجب معاه، انتقدوا لما شبع. صفحته بس على فيسبوك خسرت متابعين كتير، آلاف المتابعين. وقتها حصل العكس من الجماهير السعودية، اتعاملت مع بيومي فؤاد بحب وود خالص، اعتبروا واحد منهم تقريبا، وشكل ده اللي حصل. يقال على السوشيال ميديا ان بيومي فؤاد خلاص فاضل قليل خالص ويبقى معاه الجنسية السعودية، شغالة على كده، وموقع العاصمة الاخباري برضو قال كده. طيب هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ الحقيقة لسه مش معروف ان الكلام ده حصل فعلا ولا لا، المعلومة دي محتاجة تأكيد بيومي فؤاد بنفسه، هو بنفسه اللي يأكد المعلومة. الفكرة في تبعات للقرار ده، لان يقال ان القانون السعودي لشروطه في تجنيس أشخاص بالجنسية السعودية، ما هو مش أي حد كده هيروح ياخد الجنسية السعودية. منها مثلا على سبيل المثال إن لازم يكون الشخص أمضى في السعودية 5 سنين وأكتر، وزيادة عليهم لازم يكون مرغوب فيه هناك يعني، ودي شروط ممكن تكون متوفرة مع بيومي فؤاد. الشرط الأهم بقى واللي لازم تعرفوه، يقال إن لازم لما تتجنس بالجنسية السعودية تسيب جنسيتك الأصلية، يعني يا مصري يا سعودي، إنما تجمع بينهم ده اللي صعب شوية. خدوا بالكم هو صعب شوية مش ممنوع خالص، لأن في استثناءات. بس هل يا ترى بيومي فؤاد وعمرو أديب هيعرفوا يلاقوا ثغرة يقدروا من خلالها يجمعوا بين الجنسيتين المصرية والسعودية؟ يقال برضو إن احتمال الجنسية المصرية تتشال من على عمرو أديب ومعاه بيومي فؤاد، إن صحت الأقاويل يعني إنه أخد الجنسية أصلاً. إيه رأيكم الجنسية المصرية تتشال منهم ولا لأ؟ اللي عايز الجنسية المصرية تتشال منهم يقول في التعليقات، واللي عايزهم يفضلوا ويجمعوا بين الاتنين يكتب برضو رأيه في التعليقات، عايزين ليه كده؟ وخدوا بالكم إن ممكن الاتنين يعدوا من الموقف الصعب ده ويلاقوا الثغرة اللي من خلالها يقدروا يكونوا سعوديين ومصريين في نفس الوقت. الثغرة دي إن القانون يسمح في حالات معينة بالجمع بين جنسيتين في وقت واحد. الحاجات دي بتكون الدولة شايفة إن من مصلحتها كده، شايفة إن الشخص اللي هتفضل معاه الجنسية هيكون باب خير ليها وتقدر تستفاد منه بعد كده، أو على الأقل مفيش منه ضرر لمصر. عاوز أقول لكم بقى على معلومة لسه طازة خالص، يقال إن الفنان بيومي فؤاد اتعرض لأزمة صحية لما الجمهور المصري انتقده المرة اللي فاتت بعد كلامه عن محمد سلام. الأزمة دي دخلته المستشفى وفضل فيها فترة مش قليلة. انتوا ايه رأيكم بقى، وشايفين الفنان بيومي فؤاد يستاهل كده ولا لأ؟ Thank you.